السلام عليكم ورحمة الله. يوم ان شاء الله غادي نديرو بايلة بالحوت، كتجي اكثر من رائعة في المذاق ولا في الشكل. فنبداو على بركة الله. فبالنسبة للمقادير، عندي هنايا الحوت، اي حوت كتفضلوا نتوما تقدروا ديروه. انا عندي هنا السومو، عندي الكروفيت، عندي الروز، عندي القزبر والمعدنوس، البصله مشلضه مع مطيشه، عندي جلبانه، عندي لي فخوي دماء يعني فواكه البحر، مخلطين فيهم الكالامار، الكروفيت، بوزروك، وعندي خيزو محكوك. انا كنفضل محكوك على قطع صغيره، فمحكوك ما كيبانش. وبالنسبة للعطرية، عندنا الملحة، سكنجبير، الخرقوم، الكمون، التحميرة، معلقة من الحاجة إلا البزار اللي ربع معلقة. وعندنا ورقة سيدنا موسى، وعندنا السوجة، والعصير ديال الحامض. ماشي بالضروري هاد الحوت اللي درت أنا، ممكن أي حوت عندكم. تقدروا ديروا الميرنا او لا ميرنا والكروفيت ولا فواكه البحر بوحدهم. المهم اللي عندكم متوفر واللي كتبغيوه نتوما في الحوت تقدروا ديروه، يعني ماشي بالضروري هادشي كامل اللي انا درت. ماشي بالضروري، تقدروا ديروا غير جوج نواع من الحوت فهما كافيين. فغادي ناخدهم قيله كبيرة او طنجرة، نديرو فيها الزيت، كنخلطو زيت العود وزيت البلدية، زيت الرومي عفوا، وكنضيفو الملحة والمطيشة والبصلة، وكنقليوهم، يعني كنحركوهم مزيان باش يتقلاو. من بعد ما تقلات ليا البصله والمطيشه، غادي نزيدو عليهم خيزو، وغنضيفو عليهم جلبانه، وغادي نزيدو الصوص ديال السوجا تقريبا واحد المعلقه كبيره، وغادي نضيفو معلقه كبيره تقريبا ديال عصير الحامض، نضيفو الربيع. من بعد كنشحرو الخضره كلها، كنحركوها مزيان مع بعضياتها، وغادي نضيفو جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك. فانا قبيله ما درتهمش مع المقادير، نسيتهم. المهم كتضيفوهم فاش كتديروا الخضيره ديالكم، كتضيفوهم. وغادي نضيفوا العطريه اللي عندنا، كنخليوها تقلى شويه، نحركو مزيان باش تدخل ديك العطريه مع الخضرة. وبعد ما تقلات لينا يعني تشحرات مزيان، كنضيفو عليها فواكه البحر اللي عندنا، كنحركو مزيان. واحد الريحه طالعه كتشهي بزاف، يعني واحد الريحه خصوصا مع الخضره ومع الحوت كتجي رائعه جدا. كنحركو مزيان باش كلشي يدخل مع بعضياتو.
من بعد ما تقلاو وطلقوا الماء ديالهم، فغادي نزيدو ليهم الرز، والرز يكون كلاصي ماشي العادي باش ما يتعجنش ليكم. كنحركوهم مزيان، واحد الريحة طالعة منه يعني شهتني بزاف. بعد ما تقلى لينا يعني داكشي كامل يعني الطاب، كنزيدو عليه الماء، الماء الطايب يعني حتى كيغطي عليه، كنغطيو على الروز والخضرة ديالنا كنغطيو عليها بالماء، يعني الماء كيجي فوق منهم، ونقص عليه البوطة على حدها حتى يشرب لينا الماء. يعني نخليه ناقص ونغطيه عليه، مرة مرة نحركه حتى يشرب لينا كاع هاد الماء اللي كاين باش يطيب لينا غير نص طيبة، ماشي طيبة كاملة. غنديرو على نار مهيله، من بعد ما كينشف لينا الرز ديالنا درتو في الطاوه اللي غندخل الفران، درت فيها السومو من الفوق، درت فيها شويه العطريه ديال الحوت العاديه والكروفيت درتهم في السومو، خليت شويه جلبانه ما درتهاش كامله في الاول، درتها من الفوق باش تبان كما كتعرفوا الا درتها من الروز ما غتبقاش تبان، ودرت الدوائر ديال الحامض، وغادي ندخلو الطاوة ديالنا للفران باش ينشف من الماء والحوت يطيب، حيت هادشي درتو غير نص طيبه ماشي طيبه كامله، والحوت كذلك للفوق يطيب، وغادي ندخلها للفران ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. بعد ما طابت وخرجناها من الفرن فهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعة في المذاق ورائعة في الشكل. كنتمنى من كل قلبي انكم جربوها، وكاملين كنعرفوا ان الحوت مفيد بزاف للصحة ديالنا، فجربوها وردوا عليا في لي كومونتير، واللي ما تابوناش ما ينساش انه يتابونا باش يوصلوا كاع الجديد ديالي، وخليو لي كومونتير، واللي عجبو الفيديو دير لايك، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم، ودمتم في رعاية الله.